يا أستاذ عادل، يا أستاذ عادل أنا بيتك. يا بابا خلاص بقى. خلاص بقى يا عادل المسامح كريم، اسفح عنه يا بيبي. يا جماعة انتوا مش عارفين هو عمل فيا ايه، اصلكوا يعني ده ايه؟ بهدلني. معلش بقى يا عادل، مهما كان عمل من عملات لازم تسامحه عشان هو في بيتك. ماشي خلاص المسامح كريم. طب ومش راقبا يا بابا؟ بصوا يا جماعة، انا دايما بشبه القصيدة اللي بكتبها بالطفل اللي بيتولد. على كده حضرتك بتكتب القصيدة في مستشفى بقى؟ بكتبها في اي مكان، المهم تتولد. وبعد الظروف الاخرانية دي الولادة ما بقتش طبيعية. انت معاك حق، دلوقتي السيزيريان انتشر في كل حتة، عشان كده طلبت خدمات الاستاذ عادل. ده حضرتك يعني على اعتبار ان انا دكتور نسا يعني؟ اخطر، دورك اخطر، لانك بتشهد اللحظة التاريخية لميلاد الطفل اللي بيطلع فيها للنور. طب افرض النور قطع حضرتك؟ برضو بيطلع للنور. قلت ايه؟ طب والتعديلات اللي انا عايز اعدلها؟ تعمل اللي تعمله. روح افتح الباب يا ياسمين. دول حبيبي. ياسمين يا حبيبتي، خدي جبتلك لبانه. خدي يا جماعه، النهارده السوق زحمه موت، فجيت بقى اشتري زيت لقيته غالي، جيت اشتري رز لقيته غالي، والمكرونه غاليه، فقلت بقى اجيب لكم بطاطس وبصل، وما رضيتش اخليه يوزن لي طماطم خالص. ليه بقى يا رمزي يا فالح؟ اصل انا سمعت انهم بيقول عليها مجنونه. مش ده المحامي يا استاذ عادل؟ محامي؟ محامي ايه؟ المحامي اللي حضر اتفاقنا، المدام بتقول له يا رمزي يا فالح. ما ده اساسا يعني هو ساب المحاماه بعد البنزين والسولر ما غليوا، عشان كل حاجه غليت طبعا حضرتك، وشغال دلوقتي ديليفري، حاجه تزود دخله يعني. انا فكرت عشان اقعد جنبكم واسمعك هتقول ايه للمنتج. معقوله يعني يا استاذ مراكبي لغايه دلوقتي مش واثق فيا وفي كلامي يعني؟ الاحتياط واجب، استعد اهو جاي اهو. طب استخبى استخبى. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اهلا بيك الاستاذ عادل سعيد. ايوه يا فندم، استاذ سعداني اتفضل. اهلا بيك يا حبيبي، كل اللي كلموني عنك شكروا لي في شعرك وفنك. ربنا يخليك، والله دي يعني عارف حضرتك شويه اجتهادات كده اهو، لاني انا موهوب وهم قعدوا يزنوا عليا عشان انشر الحاجات بتاعتي. يعني افهم من كده انك مش محترف؟ لا حاسب حاسب. ايه ده، ايه مش محترف؟ لا طبعا محترف، ومحترف جامد جدا. بص حضرتك اتفضل، انا هوريك بس حاجه كده يعني بالصدفه معايا، يعني مش قاصد ان انا اجيبها لك ولا حاجه. اتفضل. يطل براسه نازل يشرب، يهم بجسده طالع يطرب. يا سلام، وبتكتب شعر فصحى كمان؟ ده ايه ده، ايه الجمال ده؟ زمن الجميل هو دوت، مفيش حد بيكتب بالطريقة الجميلة دي دلوقتي. وحضرتك حتى لو لقيت حد بيكتب بالطريقة دي هتلاقيهم كلهم تلامذتي يعني. أيوة، بس أنا ملاحظ إن أسلوبك قريب من أسلوب واحد أنا عارفه. إيه؟ لا ده أكيد يعني تشابه قصايد يخلق من القصايد 40. ما علينا، هتاخد كام بقى في القصيدة دي؟ لا شوف حضرتك بقى هتدفع لي كام. والله عشان انا حغامر معاك لانك لسه مبتدئ، انا هديك في القصيده دي 2000 جنيه. ايه 2000 جنيه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ لا حضرتك انا ما عنديش قصايد للبيع، واتكل على الله. الله الله، بس اهدى يا استاذ، اهدى اهدى، هات القصيده، اصل بصراحه فيها ثغره كبيره قوي. بص شايف حضرتك بتقول يطل براسه نازل يشربه، نازل يشربه. عارف حضرتك دي كانت الاول كنت كاتبها يعني مش رائبا، بس قلت يعني عشان امشي مع العصر خليها تبقى سهله على الناس، نازل يشرب عادي يعني. اشوف لو اني انا ما فهمش في الشعر كويس، لكن ملاحظ ان يشرب افضل من نازل يشربه. المهم انت ادرى بالحكايه دي. فعلا على راي حضرتك، ادي العيش لخبازه يعني. ولو ياكل نصه. وانا يا سيدي مش هاكل عليك حاجه، وحديك في القصيده دي 20,000 جنيه. 20,000 جنيه ده حاجه كويسه، بس ده مبدئيا، بعد كده بقى القصايد يعني تغلى بقى كل مره يعني. ادي يا سيدي شيك ب 20,000 جنيه، اهم حاجه يكون ليه رصيد حضرتك. اهلا، ازيك يا مراكبي؟ استاذ مراكبي، مراكبي حاف كده؟ يا عم مش وقت القاب دلوقتي، اسمعني وركز. هو انت طلباتك ما بتخلصش يا اخي؟ المهم يعني المنتج بتاعك يا استاذ، المنتج بتاعك بيقول لي في واحد ملحن ولا مطرب عايز تعديلات على اللي انت كاتبه.
وإيه المشكلة يا؟ المشكلة حضرتك إن التعديلات دي لو أنا بعملها على كلام وأشعار أنا كاتبها مفيش مشكلة، لكن الكلام الملعبك اللي أنت كاتبه ده هعدله إزاي؟ ملعبك؟ وإيه هي بقى التعديلات دي؟ أنا عارف، بيقول هيجيب معاه الملحن عندي في البيت عشان يشوف التعديلات اللي هو عايزها وعدلها له، يعني كلام ملعبك ملعبك. مفيش حل غير إن أكون حاضر معاكم. أيوة طبعًا لازم تبقى حاضر، أنت الوحيد اللي تعرف تعدل. وده طبعًا مستحيل، لأن مش المفروض أظهر في الصورة. يعني المفروض تيجي ومفروض ما تجيش. طب اعمل ايه بقى في الحكايه دي؟ بس انا هتصرف. الاول احب اعرفكم ببعض، الاستاذ عادل سعيد الشاعر الكبير، الاستاذ اسلام خليل اول عازف اورج في البلد كلها، اما سمع وارى الكلام بتاعك الحلو ده حب يتعرف عليك بنفسه. اهلا وسهلا. اهلا بيك، وقلت فرصه بالمره، عايزين نغير كام كلمه كده في القصيده، عايزين يتظبطوا يا ريت يعني. لا عناية ليك. ايه ده ما عرفتناش بالاستاذ؟ الاستاذ رمزي المحامي واللبيس بتاعي. ايه لبيس؟ انا عارف ان شغلانه الشعر بتاعتكم دي ما فيهاش لبيس. لا ده كان زمان يا استاذ، دلوقتي الشعراء بيحتاجوا حاجات كتير ما كانتش موجوده. جميل جميل، خلاص نخلينا بقى في القصيده. بالنسبه للبيت اللي بيقول رأيت الشوك طريقي، تقيلة شوية في اللحن. رأيت الشوك طريقي. نخليها رأيت الحلم حقيقي، سمعتني يا رمزي؟ سمعك سمعك. نخليها رأيت السلم الموسيقي. حلو حلو، السلم الموسيقي جميل. أيوة السلم الموسيقي يرقصك يا صديقي، السلم الموسيقي يرقصك يا صديقي، السلم الموسيقي يرقصك يا صديقي. شوف السهلة ايه. والله حاجة جميلة يا أستاذ. طب في ليك ملحوظات تانية؟ هو في أربع بيوت تعبني، احنا نمسكهم بيت بيت. ماشي. في هنا بيت بيقول تقف أمام الريح تحارب الطواحين، يعني قلقني ده. تحارب الطواحين؟ نخليها تكسر القوانين. ان شاء الله نخليها تغسل المواعين. ايه ايه تغسل المواعين دي؟ ده حتى مكلفه، صابون غسيل وليه في شغلانه. لا تغسل مواعين ايه، مش معقوله يكون في شعر في تغسل قوملي. قالت قبل كده متقالت. تعال انت اقعد هنا. افهم بقى غيرتوا اماكنكم ليه؟ الوحي بيجي من المكان ده، ما بيجيش هنا قوي يعني حضرتك. نفكر. حضرتك بتقول اللي هي تكسر الطواحين. أنا قلت نخليها تكسر القوانين. تكسر القوانين. نخليها حضرتك نفخ البلالين. نفخ البلالين. حلو نفخ البلالين. حلوة. حلو. يتعب المصارين ويضيع الرفيع ويخسس التخين. نفخ البلالين. يتعب المصارين ويضيع الرفيع ويخسس التخين. الله نفخ البلالين ويضيع الرفيع ويخسس التخين. الله يا استاذ اسلام. البلالين